وأنا أستحلفك بالله العظيم أن تنشر هذه الرسالة أستحلفك بالله العظيم لعشرة أشخاص بأي طريقة ممكنة هذه الليلة. ملذوع صدقني، لذع خوينا لذع. وإن رجل مخترع لذع يعني قام بنشرها، فدخل موسوعة جنس للأرقام القياسية. هاني، فمن لم ينشرها والله مو عندنا، مات ميتة جاهلية. أعوذ بالله. وأصابه الشلل الرباعي والحمى المالطية. يا هاني يا هاني، اصبر اصبر يا إبراهيم يا أخي، اصبر انت اصبر. والسرطان، شوف أنا أكلمك، والملاريا، وردد معي. النت ما رجع يا جماعة، وش الحل؟ أقسم بالله أن أنشرها كثيراً. أنشر ولك الأجر. هاني هاني هاني، ترى أزعجتوني يا والله، عندي شغل لازم أخلص الليلة. إلى متى بتظل بالحالة هذه يا ابن الحلال؟ جاتني الرسالة قال انشرها الليلة، وطفى النت، قاعد أكتبها عشان أوزعها الليلة، لازم الليلة. هو استحلفك بالله صح؟ إي والله استحلفك. يا أخي ما يجوز شرعاً، هذا ما ورد يا أخي. وصية عامة يا هاني للمسلمين. يا هاني، وأمانة في، وش وصية عامة للمسلمين؟ ارحمنا يا، وأمانة في أعناقكم يا هاني. والله الولد في شيء، ترى بنروح ننام ونترك هنا يا هاني. يا أخي روح ونام، أنا ما أقدر أنام، أنا عندي شيء لازم أخلصه الليلة. طيب ماشي ماشي، خلص شغلك. ممكن نفهم منك شيء؟ إيش وش تبي؟ طب ممكن تعطينا شوية انتباه يا هاني؟ ها ها، يا أخي عطنا شوية انتباه. أنت عارف كم لك قاعد تكتب؟ ما أدري، بس إني لازم أخلص الليلة. يا أخي لك وقت طويل، بكرة عندنا شغل الصراحة، يعني لابد ننتهي الآن ونروح ننام. لازم أخلص الليلة، يقول إذا ما نشرتها تخلص تجيك الملاريا وتموت ميتة جاهلية. يا اخي وش هذا؟ وش ذا اللي يوزع الايمان على كيفه ذا؟ وصايا في اخر، يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا، ولا الصحابه فعلوا فعلك. اقول تبون تنامون روحوا ناموا، انا بكمل نام. ولازم اسلمها الليله. خليك انت وشغلك. انت خذني معاك ابراهيم. التمست التمست يا هلا مطول. الله يعينك على نفسك. الى اكبر عدد ممكن، ولذلك يا الله صباح خير. وين هاني يا إبراهيم؟ وليد يا اخي حرام عليك يا اخي، صل على النبي صل على النبي يا اخي. اللهم صل. يعني الواحد ما ينام في هذا البيت ولا كيف يعني؟ راكب طايره انت، تعال تعال اجلس هنا الدرجه السياحيه. اجلس طول الوقت مغمض، بعدين ترك عشتنا مو معناته ان الواحد يقوم الشقه كلها. انا ادري عنها. بس اهنيك على اللوك هذا ان شاء الله قريب اللوك هذا يتعامل برا. يا رجال ريحنا. الا على فكره وين هاني يا اخي؟ شوف جواله هنا ولا هو فيه. هاني مو عندك في الغرفه؟ لا لا انا مر عند غرفه مفتوح، باب غرفته ما فيه على قولتهم تهش ثبان عنده. هذا شبشب هاني. يمكننا سهر بالليل وجاء وطلع يشتري شيء من برا يا جماعه، ترى ممكن يسويها، ترى هو فيه لذعه لذعه ما هو بطبيعي. استحلفك بالله انك تنشرها 10 مرات لعشرة اشخاص، ترى لو ما نشرتها يجيك مرض الملاريا والسرطان. هذا صوت هاني، كنا مسجله بالجوال. هذا جوال ولا لا؟ يعني نغمة. أقسم بالله العظيم أني أنشرها 10 مرات. لا يا أخوي أنشرها، ما هي نغمة. ما هي خير نغمة. في شيء ما بطبيعي. ها ها، هلا هاني، وش ذا؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الله يا أخوي مسوي قطوة أنت. تعبت وانا قاعد اكتب. شباب تكفون تكفون، لازم ننشرها. ايوه امسك يا وليد، امسك يا ابراهيم. ايش هذه؟ لازم ننشرها، لازم ننشرها 10 مرات كل واحد ينشرها. يا ابن الحلال رح بس قالت ملحوس انت يا اخي. اصبر اصبر عشان ما تجيكم امراض، والله تتوفقون تتوفقون في حياتكم.
يعني الورق هذا حيخلينا نتوفق في حياتنا؟ ان شاء الله ان شاء الله، ما يجيكم امراض، ما يجيكم ملاريا ولا سرطان ولا اي شيء. ومن انت؟ ومن انت؟ ايش تقول الكلام ذا؟ يا شباب تك لحظه لحظه. عادك على جهلك القديم ده. اقرا اول سطر تكفون. اول سطر. اقسم بالله العظيم ان انشرها عشر مرات. اقسم بالله العظيم ننشرها؟ انشرها عشر مرات؟ عشر مرات. بس. الحين كل واحد اقسم انه ينشرها عشر مرات، ترى ما لكم عذر. كل واحد ينشرها عشر مرات. يعني القسم هذا حنا بنتحاسب عليه؟ اي اقسمتم. واذا ما سوينا؟ اقسمت. ترى ما فيه والله ما يجوز. يا ويلي. ما يجوز. طب انت عارف انه بنحلف وبنوزع معك، ليش تخلينا نحلف؟ بس لازم توزعونها عشر مرات. انا اقسمت اني اوزعها عشر مرات. والان احنا اقسمنا. لازم توزعونها عشر مرات. خلني امشي، خلينا نغير ونروح نوزع. لا حول ولا قوه الا بالله. هذول اول ثلاث خبلان. خبلان يعني انا خبل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.